دلوقتي ناخدكم نطمن على حالة الطقس النهاردة، وهيئة الأرصاد الجوية وخبرائها بيتوقعوا أن طقس اليوم هيشهد يعني أجواء معتدلة الحرارة طوال فترات النهار على أغلب الأنحاء، ومعتدلة الحرارة ليلا مع استمرار للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. كمان بتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء. ونتابع مع بعض درجات الحرارة على الشاشة لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. علشان نعرف أكتر عن حالة الطقس النهاردة والأيام المقبلة، مشرفانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، ويوم حضرتك سعيد. صباح الخير على حضرتك أستاذ علاء، أستاذ أحمد، وكل السادة المشاهدين. يوم سعيد على الجميع يا أهلا بك يا دكتور. يعني نتعرف من حضرتك على الظواهر اللي هتكون مصاحبة لدرجات الحرارة اللي تابعناها دلوقتي على الشاشة. خلينا نقول الأول إن إحنا بنشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، أجواء خريفية بامتياز في معظم المحافظات، وده بسبب فعل وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيساعد على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار فترات النهار، بتحجب جزء من أشعة الشمس فبتخلي قيم درجات الحرارة منخفضة. بدأنا نحس كمان بانخفاض نسب رطوبة في الجو، فأجواء خريفية بامتياز فترات النهار وأيضا فترات الليل. فترات النهار الأجواء ما بين المائلة للحرارة للحرة، لكن فترات الليل بنحس فيها بالاعتدال الكامل والأجواء اللطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، بل كمان في بعض الأماكن من الجمهورية بدأت تحس بالبرودة الخفيفة خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وخاصة كمان فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. بالإضافة كمان في نشاط نسبة للرياح بيكون فترات المساء وساعات الليل بعد ساعات المغرب كده بنحس بيه، بيخلينا نحس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة ويخلينا نحس أكثر باعتدال الأجواء فترات المساء وساعات الليل. بالإضافة كمان نشاط رياح على البحر المتوسط فهو معتدل، فبالتالي البحر المتوسط مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، لكن البحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع أمواج من 2 لـ2.5 متر. هنخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر الأحمر. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي الشبورة المائية فقط في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، مش هتأثر تماما على حركة المرور خلال الأيام اللي جاية بإذن الله. بس احنا في الفترة دي مهم ناخد بالنا من فروق قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، خاصة في فترات النهار مع وجود أشعة الشمس احنا دايما حاسين بالدفء وحاسين في فترات الظهيرة بالأجواء زي ما قلنا في الأول ما بين المائلة للحرارة للحرة. يعني إذا الأيام دي يا دكتور هي أجواء خريفية بامتياز، ما فيهاش أي ظواهر طبيعية لا أمطار ولا رياح محملة بأتربة ولا أي حاجة من الحاجات دي، يعني أيام لطيفة كده في الخريف. بالفعل أجواء خريفية بامتياز مستقرة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وده يمكن يكمل معانا لمنتصف الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. مش هنلاقي تغير كبير في الحالة الجوية، مش هنلاقي ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة، هيظل متوسط قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 لـ31 درجة مئوية. هنستمتع بالأجواء، لكن زي ما قلنا لحد إمتى نستمتع؟ لحد الأسبوع اللي جاي كله الأجواء مستقرة إن شاء الله، لحد الأسبوع اللي جاي الأسبوع اللي جاي كله الأجواء مستقرة، مفيش تغير في الحالة الجوية بشكل كبير. بس إحنا دايما في الخريف وارد يحصل تغير في التنبؤات الجوية في أي وقت، فعشان كده إحنا بنقول دايما نتابع النشرات الجوية، لأن رغم إن الخريف معروف بالاعتدال في الأحوال الجوية لكن وارد جدا يحصل فيه تقلبات جوية حادة وسريعة بتحصل بشكل سريع وبشكل حاد،
لكن الاسبوع اللي جاي كمان الاحوال الجويه مستقره، اجواء خريفيه، فترات النهار وفترات الليل، هي فقط نوعيه الملابس، لان احنا هنبدا فترات الليل نحس بالفعل بقيم درجات الحراره المنخفضه، لان بدانا نسجل قيم درجات حراره 20 الى 22 درجه مئويه في القاهره الكبرى خلال فترات الليل. ففرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فنخلي بالنا بس لو احنا من اللي بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخره. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، على وجود حضرتك معانا على المعلومات اللي دايما بتوفينا بيها بخصوص حاله الجو.